حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروه اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقاضمته ثم مضغته فاعطيته رسول الله فاستن به وهو مستسند الى صدري